فضيلة الشيخ صلى الله عليك، إذا اغتسل شخص للتبرد غسلا مجزئا فهل يكفيه عن الوضوء؟ ولم يكفيه فما هو الغسل الذي يكفي عن الوضوء؟ وهل لا بد فيه من النية؟ التبرد ليس عبادة وليس طاعة، فإذا اغتسل التبرد لم يجزئ عن الوضوء. الذي يجزئ عن الوضوء هو الغسل من الجنابة أو غسل المرأة من الحيض والنفاس، لأنه عن حدث. وأما الغسل المستحب كالغسل عند الإحرام مثلا فإنه لا يجزئ عنه، وكذلك الغسل الواجب لغير حدث كغسل يوم الجمعة لا يجزئ عنه، لا يجزئ عن الوضوء إلا الغسل الذي يكون عن حدث جنابة أو حيض أو نفاس. نعم نوى. لو نوى، لأنه لا بد من الترتيب. الغسل عن حدث لا بد من النية. ها؟ الغسل إذا غسل حدث إذا نوى الغسل عن الجنابة كفى، كفى عن الوضوء. لقول الله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا ولم يذكروا الوضوء. نعم.